10% كمرحلة أولى، وال 90% يبقى 30% دولار، 30% يورو، 30% استرليني، زائد دينار اكويتي. حضرتك كنت قلت لي ان ده منحة كنا واخدينه قبل كده. قبل كده الجنيه المصري كان مرتبط بالجنيه الاسترليني في الخمسينيات، في 52 وكان الجنيه المصري يساوي جنيه استرليني الذهب زائد 5 قروش. يعني متغطي 100% بالذهب. كان العملة الوحيدة في العالم المتغطية بالكامل بالذهب. فاحنا عايزين كده السيدات المصريات يقوموا بدور ويتبرعوا ببقايا الذهب اللي عندهم لصالح الغطاء الذهبي للجنيه المصري. يعني ال 4% دي سهلة جدا ان احنا نلمهم، نوصل ل 10%، ثم اعلن ربط الجنيه المصري بسلة عملات. يبقى اي تذبذب في الدولار مش هيأثر عليا، هيأثر على ايه؟ على 30% فقط من قيمة الجنيه. لكن انا مستقر قدام اليورو، مستقر قدام الاسترليني. طيب احنا دايما بنتكلم، وانا بوجه نداء للمحافظ، حان الوقت وهناك دراسات كثيرة وموجودة بأهمية ربط الجنيه المصري بسلة عملات وزيادة الغطاء الذهبي إلى 10% وطرح الاكتتاب في الذهب والتبرع بالذهب في البنوك المصرية لصالح الغطاء الذهبي. أي ست بفردة حلق مكسور، الفلسطينيين لما جم يطلعوا الجنيه الفلسطيني تبرعوا بالذهب ليكون غطاء للجنيه الفلسطيني. معايا حضرتك؟ نحن لسنا اقل منه. يبقى ده الحل الجذري للمشكله بتاعتنا. فارجو من المحافظ والحكومه، هي على العموم يعني ان تدرس قناه السويس كانت تجربه كان فيها جهد تكافلي. قناه السويس كان الناس طلعت الفلوس. يعني اللي خلى، معلش علشان برضه نكون منصفين، زي ما بنطلب من الرجل العادي او من السيده البسيطه ان هي تعمل كده، المفروض كمان يتسق معاها رجال الاعمال بقى يقوموا بالدور بتاعها. يعني في جنوب افريقيا وفي امريكا حاجه اسمها المسؤوليه الاجتماعيه للشركات بقانون. انت كل شركه بتعمل ارباح ملزمه بانفاق جزء من ارباحها لمشروعات تخدم المجتمع المحلي اللي هي بتشتغل فيه. تعمل مدرسه، تعمل مستشفى، تعلم منح مجانية لإرسال بعثات تعليمية في الخارج. احنا مش أقل منه. بالتأكيد. نحط في القانون 1% من الأرباح مسؤولية اجتماعية للشركة لخدمة المجتمع. يعني مصنع كوري فاتح في بني سويف، يبقى ليه مسؤولية اجتماعية في المكان اللي هو شغال فيه. يعمل منح تعليمية للدراسة في كوريا، معايا، تمثل 1% من الأرباح. طيب يعني تحفيز الاستثمارات جملة بنسمعها كتير جدا جدا، هل احنا عندنا فعلا الادوات لكده؟ هل البيئة المصرية الان ممكن نقول ان هي بشكل او باخر اصبحت افضل من حيث ان هي مواتية او جاذبة للاستثمارات سواء كانت عربية او اجنبية؟ ايه اللي بينقصنا في هذه المرحلة علشان نقول فعلا ان احنا هننطلق الى افاق استثمارية ارحب في الفترة اللي جاية؟ البيئة الاستثمارية، في بيئة حاضنة للاستثمار زي بيئة دبي. أنا جاي مقدم كل التسهيلات للمستثمر، مفيش مشاكل عشان يشتغل، وفي النهاية أنا الكسبان، هقبض منه. وفي بيئة طاردة للاستثمار، يبقى عند المصنع يتفك ويروح يركب في بلد تانية. أنا بين الاتنين، حان الوقت أن أكون بيئة حاضنة للاستثمار. أول خطوة، الأراضي في المناطق الصناعية، لا يوجد أراضي في المناطق الصناعية. فإذا تم إضافة أراضي صناعية تطرح بالمزاد. فإذا كان 10 عايزين الأرض يدخلوا مزاد بينهم فتتباع الأرض بأغلى ثمن. طب الدول الحاضنة للاستثمار بتعمل إيه؟ ما بتبيعش الأراضي الصناعية، بتخصصها بدولار في السنة لمدة 50 سنة. وصلنا في مصر ان تكلفة المشروع 50% تمن الارض. مش ممكن. لو عايز اعمل مشروع 5 مليون، تمن الارض اللي هنشئ فيها المصنع ب 2.5 مليون. النهارده احنا خططنا مدن صناعية جديدة في شرق بورسعيد وفي العين السخنة. مش كفاية، لازم ازود في الصعيد.
الجيش بدأ عمل مجمع الفوسفات في الفيوم، في مجمع الصناعات النسجية في غرب المنيا معايا حضرتك. فلازم الصعيد ده في خامات تعدينية، في خامات زراعية، في إنتاج حيواني محتاج أصنعه. فلازم في الصعيد أهتم وأنشئ مناطق صناعية، لأن اللي قائم لا يكفي لاستغلال هذه المواد، ما يستوعبش. ولازم أخليها بحق الانتفاع وبدولار، يعني ب10 جنيه أو ب9 جنيه في السنة، يبقى أنا كده بقيت بيئة حاضنة. زائد بقى أنا عملت تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس. طيب وبقيت الجمهورية، أنا عايز أنشئ منطقة اقتصادية خاصة في الساحل الشرقي اللي هي من سفاجة إلى مرسى علم، اللي فيه تعدين عشان استغل الثروة التعدينية، وعامل هناك محطات للطاقة بالفحم. يبقى لازم أنشئ منطقة جديدة، لازم أنشئ منطقة في غرب المنيا. غرب المنيا النهاردة هستصلح فيها 500,000 فدان. طب أنا لازم أعمل مجمعات زراعية صناعية وتكامل زراعي صناعي في هذه المنطقة، فيجب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غرب المنيا، وعندي منطقة في مصر العليا على ساحل البحر، الساحل الشمالي، العلمين الجديدة، مدينة مليونية. هو السؤال دايما دكتور ايه المدى الزمني لده؟ لان البعض مثلا بيكون لي تحفظات ان انا ادخل في كذا مشروع، ويقولوا ان ده هيشتت الجهود ويستنفذ الطاقات حتى الماديه. بس الرئيس السيسي ليه وجهه نظر انا بعيدها. احنا ما عندناش رفاهيه الوقت. رفاهيه الوقت صحيح، احنا تاخرنا كتير جدا، ولو انتظرنا لانشاء هو دلوقتي عمل شبكه طرق لمصر كلها. أنا بقول تجربة المنطقة الصناعية في قناة السويس أنقلها إلى مناطق أخرى، وابتدي أعمل لها المخطط، وابتدي أحدد الصناعات. لما الرئيس سافر كوريا واليابان، خد معاه مجلس إدارة المنطقة الصناعية بتاعت قناة السويس، عرضوا على الشركات هناك إمكانيات المنطقة والتسهيلات المتاحة عشان يقدروا يجذبوا، ودراسات تفصيلية مدروسة. في المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ ما كانش هناك دراسة مدروسة غير في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة، وبالتالي كان صفر استثمار. فإنشاء مناطق اقتصادية وتكليف شخصيات مرموقة بإدارة هذه المنطقة، هيبقى هناك التنافس بين المناطق الاقتصادية على جذب المستثمر. وان احنا ماضيين فعلا في المشروعات التنموية العملاقة، ده بالتأكيد بيخلي فيه اجواء من الثقة حتى لازم المستثمر اللي جاي. اديكي شوية امل، جرعة امل كبيرة. يا ريت. حقل زهر، اكبر حقل للغاز، هيدخل الانتاج سنة 2017. طبعا بهذا الحجم الغاز اصدره ايه؟ ابيعه سائل كده بدولار، ولا انشئ منطقه صناعيه في بلطيم لصناعه مشتقات الغاز؟ عندي كم منتج؟ عندي 60 منتج بتروكيماوي، منها الاسمده النيتروجينيه اللي العالم كله عايزها ومش موجوده غير في مصر. ومصر فعلا بتصدر اسمده نيتروجين. زائد بقى الميثان والميثولو، منتجات بتدخل كيماويات وسيطه في صناعات اخرى. فانا من النهارده، انا قدامي سنه من النهارده، يجب ان ابدا في انشاء منطقه صناعية في بلطيم متخصصة في تصنيع مشتقات الغاز. وخطط المنطقة وعمل المصنع، واطرح شركة الحكومة تدخل بالنص وفي البورصة النص لتصنيع الغاز اللي طالع لي. فبدل ما ابيع بدولار ابيع ب100 دولار منتجات، وشغل عمالة، وعملت تجمع عمراني جديد من الآن. ما عنديش رفاهية وقت. اي جنيه بيتصرف على البنية الاساسية بيجيب لي 10 أضعافه استثمارات طبعا. يعني الوضع الاستثمار النهاردة في مصر افضل من السنة اللي فاتت. بس احنا عندنا بنية عندنا يا دكتور مصطفى آفة. لا بص اقول لك حاجة، الروتين والبيروقراطية ودايما الشباك الواحد. الشباك الواحد هو بقى ده اللي عايز اكلمه. قانون الاستثمار الواحد حتى هذه اللحظة ايوه صح لم ينفع. لم ينفع. لا اقول لك حاجه، يعني انا بضحك على نفسي ولا بضحك على مين وانا عامل شباك واحد؟ انا قاعد في الشباك استلم منك الطلب واجي عامله 10 نسخ ومديه ال10 ورايا،
الشباك الواحد بنطبق في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، هي اللي بتتولى الطلب، وده يعتبر مجلس وزراء مصغر بياخد القرار مره واحده وبيديك الترخيص مره واحده من غير ما ليش كيش دعوه تلف انت على بقيه الجهات الحكوميه. المنظومه السليمه هي مناطق اقتصاديه خاصه. الصين نهضت بمناطق اقتصاديه خاصه، كوريا نهضت بمناطق اقتصاديه خاصه. ومش لازم اعمل المناطق الاقتصاديه كلهم في وقت واحد. انا خلصت دلوقتي منطقه قناه السويس. هناك مخطط يتم دراسته الان سينتهي خلال شهور، اللي هي الساحل الشرقي اللي هو مثلث التعدين، مش عارف جابه منين مثلث التعدين، هو الساحل كله. ابتداء من السفاجه لغايه راس بنس. كل ده ثروه تعدينيه وذهب و طيب انا عندي سؤال اخير اختم بيه الحوار طيب حضرتك دلوقتي. يعني بنعم ام بلا، ويعني 10 ثواني، هل المنظومه الاقتصاديه اللي حضرتك بتتكلم عنها ينقصها تشريعات ولا هي تشريعات قائمه بالفعل هي في حاجه الى ان تفعل على ارض الواقع؟ اول حاجه انا عندي قانون مناطق اقتصاديه خاصه قائم، انسى بقى قانون الاستثمار الموحد، اخليه للشركات اللي هي ملهاش اولويه وابتدي اطبق وانشئ مناطق اقتصاديه خاصه جديده في ظل هذا القانون. القانون موجود. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى نشارتي استاذ الاقتصاد، وبالتاكيد يعني حضرتك اوضحت لنا كثير من النقاط، ويؤمل ان يعني يكون الكلام والمعطيات اللي حضرتك قلته ده نقاط انطلاق للافضل باذن الله، مستقبل اقتصادي افضل لمصر في الفتره القريبه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. بتحول الزميله ماجدة القاضي ومتابعه لاخر اخبار المال والاعمال والاقتصاد، وبعدها نواصل لقاءاتنا في هذا الصباح. تفضل يا ماجدة.